حضرتك باسم طالب. باسم وين محلك؟ هذا محلي، هاي السوبر ماركت. باسم بدك تحكي لي واقع حال، بس الاخوه المشاهدين حتسمع شنو صار هنا. بس ما سمعت والله صار هي سياره انفجرت هنا بهذا المكان. بس احنا مو انا شرد ما عندك انت من شفت الحادث اي 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 انت جاوبني على السؤال. اي شنو شفت بعينك هذاك السوالف؟ اللي شفته بعيني لحم مطشر بالشارع، ناس ابرياء فقراء، ناس كلها كبار، لا لها ذنب، لا لها شيء، لا لها عمل سياسي، كل شيء ماله. هنا ناس كلها كبار كسبه جايه تشرب شاي بالمقهى هاي ودمروها كلها. خمسه هنا وسته هناك ماتوا وحوالي 40 جريح، والمحلات هاي اللي تشوفها قدامك. واحنا نحمل من قناه، خلال قناه الانوار نحمل اسامه النجيفي، هو بذيك الجمعه خطب بسامره واثار الشعب زين، اثار الارهابيه، مو طاهم دعم، يعني طاهم دعم مباشر للارهابيه، قالهم روحوا كتلوا الشيعه. وهاي امس صارت بالكاظميه حوالي 17 جريح وبالشوملي زين، بس بالشيعة، بس بالشيعة. اسامة النجيفي، اسامة النجيفي، ونقول للسيد المالك نقول له كافي رأفة بيهم، كافي رأفة، لان دمروا الشيعة، انهوا الشيعة، يعني راحوا يبيدون الشيعة. ونقول للسيد مقتدى نقول له كافي مجاملات وياهم، كافي انت رايح تجتمع وياهم، كافي. يعني اياد علاوي بال 2006 هجم على النجف وانت رحت اجتمعت وياه هو برزاني زين، وهسه انت رايح تجتمع وياهم وتسحب من حكومه المالك الثقه. ليش تسحب من حكومه المالك الثقه؟ ليه مكافي دمرتوا الشيعه يا سيد مقتدى يا المالكي؟ كافي دمرتونا، انهيتوا الشيعه، ابدتوهم بالكامل. يعني البارحه هنا حوالي 9 نفرات ناس ابرياء عوائلهم ظلت تايهه، شنو ذنبهم؟ على شنو؟ شو مسوين؟ والله راح اسامه النجيفي قال للسنه، قال لهم الحكومه بدات تستجيب وزيدوا الضغط وزيدوا شو اسمه واثاروا الناس ذيك اللي هي كلها مآوية الإرهاب. وأنا أقول لك أزيدك علم، أنا بال 2003 بداية سقوط النظام المقبور اللي هم هسه قاعد يدافعون له ويريدون يردونه إنه ها، وكلهم بحثية هم، وهسه آوين البحثيين والمادة 4 إرهاب اللي يطالبون بالغائها هم كلهم من عندهم زين. بال 2003 أنا جيت من سوريا، هم فاتحين جوامعهم للقاعدة زين، ومن حسوا القاعدة بدأت تميل على أعراضهم وتميل على شرفهم ها، قاموا حاربوا القاعده. وهسه قاموا يدعمون القاعده. شنو اللي يسوي لكم المالكي بعد؟ حقوقكم ماخذينها، ميزانيه بالكامل ماخذينها، شو تسوون بعد؟ تردون من الشيعه؟ يريدون الاخباس هم يعني يريدون يضغطون. برايك هذا هاي التفجيرات اللي تصير برايك هي اداه ضغط على الحكومه حتى يرفعون الماده 4 إرهاب؟ نقول لهم، نقول لهم هذا الشيء ما يصير، حتى لا الحكومه تعطيكم حقوقكم احنا ما نرضى. ما نرضى، ورغم ما الحكومة مطيتهم حقوقهم، بس احنا ما نرضى. الشعب هذا انظلم، الشعب هذا صار بيه أزود من حرب إيران. هسه كل بيت 2 و3 قتلة زين وجرحى. أخ باسم شو تقولهم لأعضاء مجلس النواب من الائتلاف الوطني؟ بس لحظة، شو تقولهم للائتلاف الوطني؟ أكو بعض السياسيين من الائتلاف الوطني بدأوا يقدمون تنازلات، شو تقول لهم؟ هو انا اقول لك، انا اناشد السيد مقتدى من خلال قناه الانوار، اقول للسيد مقتدى كافي قائمتك مجامله لهم، كافي بالاخص هاي المجامله. يعني الحكومه ما تستجيب، شو تسوي لهم الحكومه بعد؟ شو تسوي لهم الحكومه؟ اذا هو يحترف قدام القنوات قاعد يطلع قناه الفيحاء وطلع قناه الانوار كاتل له 40 واحد، على اساس اطلع عن؟ لعد هذا الشعب هذا هسه البارحه قتلهم، من المسؤول عنهم؟ هسه يجيبوه يقول هذا مو هو. ليش مو هو؟ قاعد يكظونه وقاعد يحترف بالاعلام يقول لا تعرضت للتعذيب ولا شيء ولا ابد، لزموه معلومات واسمه وكامل، ويقول انا قتلت بعد على اساسه طلعان. زين احنا نقول للائتلاف الوطني كافي، ترى احنا الانتخابات جايه واحنا نعرف، لا تخلونا يعني رغم ما احنا مصرين هاي المره على الانتخابات نريد ناخذ الاغلبيه الكامله المطلقه بالبرلمان. يعني احنا مصرين نريد ناخذ الاغلبيه الكامله بالبرلمان حتى نشكل حكومه اغلبيه، ما نضل مثل ما هاي الحكومه هسه واحد يجر واحد قاعد يم هلا وياخذ راتب وواحد ما له خلق يشتغل وواحد ما ادري شنو يردون حقوق لهم. هم شو راحوا للرمادي للمظاهرات طفوهم بالنعيل وقاعد يتشندخون على الحكومه. فاحنا نقول للسيد مقتدى ونقول للائتلاف الوطني، عموم الائتلاف الوطني، نقول لهم كافي مجاملات، الشعب تاذى والشعب انتخبكم ووصلكم للبرلمان ووصلكم للحكومه زين، وصرتوا انتم بالحكومه ان اريدكم سند، بس للاسف احنا ما قاعد نشوف من عندكم دعم ان بالتالي هذا الشعب العراقي، الشعب مظلوم، الشعب عموما مظلوم زين. بالتالي هم خلي يصير لهم درس، الشعب العراقي شاهدوه من خلال الزيارات المليونيه، يعني الشعب العراقي ملايين ملايين من الزوار. الشعب انا اقول لك وبالاخص حكومه لا تمنع حكومه ولا تهم اي شيء، اذا 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 هذا الشعب حس في يوم من الايام الغبن حقه هو راح ياخذ حقه. اذا ارادوا يطلعون عن الحد المقرر لهم احنا حاضرين لهم،
خلي يلزمون حتهم ويطالبون بالحقوق المشروعه لهم، والدوله تعطيهم حقوقهم المشروعه، اما خارج الحقوق المشروعه احنا انظلمنا من عندهم من 35 سنه، لا من اكثر من 35 سنه، واحنا حاضرين مستعدين. زين، احنا تلزمنا الامور الدينيه، احنا تلزمنا الامور الدينيه، زين اخلاقنا الدينيه ومرجعنا ما يسمح لنا نتجاوز الحدود. اهلا وسهلا. لا ايضا هنا الاخ اتكنت بمكان الحادث. اي والله دول اهل هنا. وين بيتكم؟ هذا بيت الصف ذاك المحل. شنو شفت هنا؟ والله شفت بعد كارثه، شفت شكو ورود هنا شفنا موته. بس انا اذا قل للشعب كيف هاي المجاملات، والله نشلحهم من مكانهم. والله كيف لك الله شعب، بس حكي احكوا اطلعوا ما تطلعون، هذا حقكم مسلوب، ذاك النفط يفرهدون بيه، ما تحشون، احنا بس حكي ترى، احنا اللي فعل، فعل من الشعب، الدولة عفوا الدولة، اتركوه، انتم ما تحشون الشعب، بس والله اي والله فلان خوش حكي، احنا بس حكي، ابن عم بس حكي كفيلك العباس، شعب ننتفض ابن جيفي، اطلعوا، اطلعوا باشر يلا، ذيش الرمادي نايم مظاهرات، ما تطلعون. بس نايمين عم، احنا بس نايمين. زين انت شو تقول لهم للسياسيين اللي يثرون النعرات الطائفيه ويقتلون هاي الناس الابرياء؟ كيف لك الله، السياسيين ما لهم بس حل، الشعب يثور عليهم كل شيء ينتهي، لو يظهر بصالح. احنا هاي غير ما عندنا، عود ما يصافون كذب، بس الشعب يعني خاف اقول احكي على الشعب خاف يعني عيب. الشعب كافي كافي، ما تطلعون ما تحشون، ال 60 مليون نايم والفقير ها والله ياخذوني والله مال الشغل، ما تطلعون شتم شعب. بس يحشون والله المالكي والله احشوا يلا قوم طلعوا بدل الدوله، تبون انتخبتوهم؟ ما عم عارف ما شنو ما يشتغل عمي. انت توافق يعني انت برايك هذا الفجر بمنطقتكم وبالتالي ايضا قتل جوارينكم وصديقك واخوك وابن عمك وابوك، وشوف انت يوميا يسلم عليه ورجال كبير بير بركه وابوك مثل ما تقول، تقبل ان هذا القتل وفجر بعد كم يوم يودوه للسجن يقول لك يابا هذا طلعوه احنا لازم تلغون الماده اربع ارهاب؟ حبيبي اللي يلغى الماده اربع ارهاب هو ارهابي، هم ارهابيه. هو قال لك هسه انا قصه اللي ما جو خذوني، ما خذوني انا سبب الشعب ما خذوني ليش؟ يا ابن عمي هو هذا ارهابي، هم ارهابي طلعوا هم يردوهم علينا. يا ابن عمي بس انا اوصل الشعب. والله مر يا الشعب يا الشعب يا الشيعه تقولون ظلمنا الشيعه، توحدوا توحدوا هيجي وطلعوا عليهم. اذا انتم ما متوحدين احنا ما نتوحد. سيد مقتدى على راسي، سيد مقتدى المفروض وين مالكي؟ يتكاتف. احنا هسه نصير سور لمن؟ لبسراء مو؟ نتكاتف؟ ها لا ما نخص شخصيه معينه وانما ويا الحق. احنا المالك يا عمي قالهم شو تريدون بخدمتكم وجا وياهم لحد المالك ما يطلع يسوي لهم، بس هم شو يسوون لنا؟ احنا طلعوا راحوا لهم شيوخ عشان عمي راحوا لهم من كربلاء وضربوهم بالبطاره، ضربوهم عمي ناس من دسين ذولا من دسين، عندك حق تعال ها شو تريد؟ اربع ارهاب شلون بروح ابيك اربع ارهاب؟ الارهاب هسه احنا وضع ارهاب، وضع ارهاب تلغ اربع ارهاب شلون؟ العالم الصافي بصفاي. ليش هم ما ضرروا من الارهاب؟ شلون ما ضرروا؟ هم هم قاتل الارهاب، مو هم قتلوه لو لا؟ ليش هسه انه قالوا لا الغيها ليش؟ هم يريدون ياخذون السلطه، بس السلطه احنا شو نقول؟ لا نطلع نقول هي هات من السلطه والله والله فلان وعلان البعثيه. يا الشيعه تفضوا وحلوا مشاكلكم بيدكم خلينا